إخوتي، أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت. اليوم مع شرح لموقع روسي استثماري يعطيك 50% بعد مرور 24 ساعة. الحد الأدنى للاستثمار 10 روبل. سنجرب هذا الموقع. قبل أن أبدأ الشرح أود منكم أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضعوا لايك للفيديو وتشاركوا هذا الفيديو بين أصدقائكم. سأقوم بترجمة هذا الموقع إلى العربية. طريقة التسجيل في هذا الموقع: نضع هنا عنوان محفظة الباير، نضغط على نموذج التسجيل، نقوم بالترجمة مرة أخرى. هنا للخروج، هنا مدفوعات المشروع، هنا الودائع، هنا الدعوات. بالنسبة للإحالات يعطيك 10% لكل من يستثمر في هذا الموقع بواسطة رابطك. كل من يتسجل برابطك تأخذ 10% مما يستثمره في هذا الموقع. انظروا المبلغ من 10 إلى 15 ألف روبل. سأجرب هذا الموقع، سأضع 10 روبل، نضغط على تقديم مساهمة، يقوم بتوجيهنا إلى الباير، نختار الروبل، نضغط على كونفيرم. ننتظر قليلا. نضغط على كونفيرم. إذا عندما نستثمر، انظروا هذا هو المبلغ. تستثمر 10 بعد 24 ساعة تأخذ 15 روبل. سأجرب هذا الموقع، سأترك لكم رابط هذا الموقع تحت الفيديو، ولا تنسوا دعمنا بأي تعليق. من أراد أن يجرب هذا الموقع، أنا جربته لأول مرة، لك الاختيار. أنا جربته وأنت لك الاختيار. إخوتي، أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.